مرحبا بكم في قناتنا سامبا اليوكرين، لنعرض لكم حياتنا اليومية وتعلم اللغة الأوكرانية. معكم ماريا وأمها لودميلا. لا تنسوا دعمنا بإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تشجيعا لنا لنستمر. كاشا أبي يأكل وهو كاشا وهو يسرق ويركب رأس أبي. تا هرّاچة. المعكرونة ساخنة. أدي أمورчик. نمال مار. تاجش. أمور خافة. أمور. لماذا أنت خائف؟ أمور. أمورчик. أتاكي شو؟ عندنا شوربة وانترو تسخنها بالفطر. عندنا انترو اشترينا رقائق البطاطس السوداء بفلفل حلو، طعم فلفل حلو تايلاندي. الآن سنتذوق. الآن سنتذوق رائحة الفلفل. مضحك جدا. ماذا يمكن أن أقول لكم؟ الطعم غريب قليلا، ولكن يمكن أن نأكل. ليس حارا هنا فلفل حلو، يعني يمكن أن تشتروا هذا للمرة الواحدة فقط للتجربة. كذلك اشترينا هذا الوافر في هذه العلبة الورقية. كذلك هذه سلومكا، عصي البطاطس بطعم الجبن. كذلك هنا عصي من الجبن مغطى بالشوكولاتة، وهناك مكسرات. سنفتح الآن وسنريكم. كاجي لذيذ. لذيذ. الآن سأفتحه. انظروا بهذا الشكل، يسمى زروفة. لذيذ. لذيذ. ما شاء الله. جميل هذا الجبن، جبن حلو. لذيذ للغاية. انت دبرة. هنا ستة عصي. في هذا. كذلك اشترينا شاي. هنا أربعة أنواع. شاي أخضر. ومكتوب هنا توجد هدية في كل علبة. لنفتح وسنرى هذه الهدية. подарунок у кожній пачці. Подивимося, що за подарунок. О! Ага. انظروا. هنا أربعة أنواع. نعم. أربعة أنواع من هنا مانجو، فراولة، توت، هذا لا عارف كيف، ولكن أربعة أنواع شاي أخضر. وها هي الهدية، يعني سكر، أكياس صغيرة بسكر. هدية جميلة. نعم، لأن الشاي يجب أن يرافقه سكر. لحظة.
كذلك اشترينا شاي آخر. هذا ها هو ومكتوب هنا أنه توجد بداخل كل علبة أيضا هدية وهي ملعقة لنفتح وسنارة. أوي 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 لوشكا نبسنا. دمري سوب. أو الرائحة قوية جدا. سنارة. هنا ملعقة. ماشاء الله. هنا مكتوب True English Tea. شاي إنجليزي حقيقي. هكذا ملعقة صغيرة في هذه العلبة. جميل جدا. Хочу її. Так, якщо хочеш, забери. Маша, я не хочу. Мам, ну ми ще загинемо. Казалика бузур. Бузур абаді шанс. Гейр мумалля. Бідуні міль. Унзуру. Унзуру. Бігаза шакель. Бузур абаді шанс. لذيذة للغاية خاصة عندما نشاهد فيلما نأكل هذه البذور. وكذلك اشترينا هذه الحبوب. في الماضي عرفتكم بها. لذيذة. كذلك اشترينا كيس بالحلويات. هنا كرات بجوز الهند. انظروا بهذا الشكل. أبي الآن سيتذوق. Це Абі так не добере, все підряд їй сьогодні. Абі. Щоб не взівати. Лазиш джиддан. Добре. Як можна сказати? بجاوري لذيذ لجير. كذلك حليب مكثف مسلوق. هذه الفطائر وهذا كبد السمك معجون. أصدقائي الأعزاء، اليوم اشتريت لنفسي بعض المجوهرات. طبعا هذه إكسسوارات فقط، ليس فضة، ليس ذهب. انظروا، اشتريت لنفسي هذا الخاتم. الخاتم الجميل. وكذلك اشتريت أقراط للأذان. لي أذنية. انظروا كانت هنا ثلاثة أنواع من الأقراط ولكن هذا النوع المتوسط أهديته إلى صديقتي. هكذا. وانظروا هنا أيضا يعني أقراط جميلة للأعياد خاصة لعيد رأس السنة. هكذا. لماذا اشتريت كل هذه المجوهرات؟ لأن مزاجي كان معكرا قليلا. نعم، ولكنني قررت أن أغير مزاجي إلى الأفضل ونحن قادرون على ذلك. بيدنا أن نغير مزاجنا ونرفع معنوياتنا لأن السعادة بداخلنا. نعم، وإذا كان مزاجكم حزينا، نعم معكرا، يجب أن تدللوا أنفسكم. يمكن أن تأكلوا شيئا لذيذا، حلويات، تشربون الشاي مع الأصدقاء، تتجولون في الهواء الطلق، أو تشترون شيئا بسيطا يعني
هناك خيارات كثيرة لرفع المعنويات، خاصة في أوكرانيا. تعرفون عندنا 4 فصول السنة، نعم، وخاصة في فصول باردة المزاج متغير ومتقلب، لأن مثلا الطقس بارد، الطقس عاصف، وكذلك السماء غائمة، نعم، ونحن نريد أن نرى الشمس ولا نرى، وحتى النهار كأنه ظلام، النهار كأنه ليل، لأن السماء ليست صافية مثلا. وكل هذا الطقس المتقلب، الأمطار والبرودة وكل شيء مثلا داكن غامق، كل شيء يؤثر يعني على مزاجنا. لذلك يجب أن نخترع الطرق لتحسينه. هكذا فقط، نبذة قصيرة، وهذه حجة سبب لماذا اشتريت لنفسي هذه المجوهرات. كذلك أردت أن أحسن مزاج صديقتي وأهديت لها. دائما هناك نصيحة جميلة، نعم، نصيحة أخوية كما يقولون. مثلا غالبا ما عندما أريد أن أحسن مزاجي أسعد الآخرين، أحسن مزاج الآخرين، أفعل الخير للآخرين، وبعد ذلك أبتسم ويكاد قلبي يطير في السماء من الفرحة والبهجة والسعادة، لأنني أشعر بأنني مفيدة في المجتمع، بأنني أنشر الطيبة وأنشر الخير، والله يرى ذلك، وأريد أن أشجع الآخرين على ذلك. أتمنى أن يكون مزاجكم دائما جميلا. الآن سأريكم الخاتم عن كاسب، يعني عن قريب. انظروا، بسيط ولكنني أحببته. انظروا